شوف انا بكسب رزقي من البرمجة، يعني انا بشتغل بكسب رزقي من البرمجة، تمام؟ يعني البرمجة هي دخلي الرئيسي والاساسي. يعني صار لي تقريبا 8 سنوات بشتغل في البرمجة، يعني معظم الدخل اللي بيجيني هو من البرمجة. في امور ثانية بتجيب لي دخل، ولكن الدخل الاساسي هو من البرمجة، من التطبيقات، المشاريع اللي بشتغل عليها. في عندي مثلا دورات، هاي برضو مصدر دخل ثاني. في عندي تسويق، مصدر دخل آخر. في عندي استضافة وسيرفرات، مصدر دخل آخر. في عندي عدة، الحمد لله، في عندي عدة مصادر دخل، لكن برمجة هي المجال الأساسي، يعني المجال الأساسي اللي أنا بحقق فيه دخل، تمام؟ سواء إلي على الشركة، للموظفين عندي، المشاريع بشتغل عليها، الكور بيزنس تبعي هو برمجة. شيء انا بعلم برمجه وبشجع الناس يتعلموا في البرمجه، لانه مجال مش مزح. يعني في ناس بيجي بحكي لك تعال سجل في هاي الدوره بتصير مليونير خلال سنه او خلال 6 شهور، او حكي فاضي. انا ما بعلمك هيك، انا بعطيك برمجه، انا مبرمج، فبعلمك سكيلز تستفيد منها بشكل عملي. يعني انا مستفيد منها، يعني انا مستفيد منها قبل ما انت تستفيد منها، فبتاخذ اشي عملي تستفيد منه احسن من كل حكي والبيع الكلام اللي بيبيعوه على الانترنت. فالبرمجة هي اشي مش مزح، يعني فيها ربح وفيها فلوس وفيها شغل. وحاليا في الوقت الحالي الاشخاص اللي خلينا نقول الوحيدين اللي ما تأثروا بشكل كبير، جميع تأثر، حتى المبرمجين تأثروا، ولكن اقل اشخاص تأثروا في الفترة الاخيرة هم المبرمجين، لانه هم اصلا شغالين على الانترنت وفي حجر، يعني هم اصلا عاملين حجر برمجي خلينا نحكي، وبيشتغلوا على الانترنت وبيشتغلوا ريموتلي او بيشتغلوا من خلف الشاشات، يعني فما تأثروا كثير زي مثلا محل او مطعم او شركة بتشتغل مع الزبائن مباشرة. فهاي من المزايا اللي نحن بنشجع الناس يتعلموا برمجة، وأي خدمة تقدمها على الإنترنت أو تتعلم مثلا تسويق، تجارة إلكترونية. عشان هيك عندي دورات مثلا زي اكتساح تسويق رقمي، بعلم فيها تجارة إلكترونية وتسويق، لأن أنا أيضا زي ما حكيت لك عندي عدة مصادر دخل، يعني مش مكتفي فقط في البرمجة، لا، رابط البرمجة بس رابطها في أشياء ثانية زي التسويق، زي التجارة الإلكترونية. فهنا بتيجي أهمية البرمجة. يعني في بعض الأشخاص مثلا أصحاب المحلات بيجوا بيتواصلوا معي، طب أنا مثلا عندي شركة برمجة وخدمات شاملة، فكيف ممكن أساعدهم؟ أنا مبرمج، بس هل فقط مبرمج؟ لا، البرمجة ساعدتني في تعلم شغلات أسهل وتسهيلها على الناس قبل ما أسهلها على حالي. بس هي أساس، ليش؟ إنك أنت كمبرمج تقدر تقدم خدمة، الخدمة هي ممكن تكون على شكل موقع أو تطبيق أو لعبة أو حل مشاكل. فانت لما تدخل في البرمجة انت بلشت تحل في مشاكل، يعني مثلا الطبيب هو ايش بقدم؟ بحل مشكلة، اوكي؟ المحامي بحل مشكلة قانونية، المدرس بحل مشكلة تعليمية، اوكي؟ المفكر بحل مشكلة فكرية. احنا مبرمجين بنحل مشاكل، هاي المشاكل ممكن تكون تسهيل على الناس، ممكن تكون حاجة للناس، ممكن تكون عبارة عن مشكلة موجودة واحنا بنحلها. فعشان هيك بنصحكم تعلموا برمجة، تبلشوا تستغلوا وقتكم بدل ما تحضر مسلسل، ولا ما بمنعك تحضر مسلسل ولا، بس برضو خصص وقت انك تتعلم وتطبق، لانها فيها متعة، فيها متعة. يعني انت تكون شغال في شغلة وتقعد فيها ايام بعدين تنحل معك وتعمل انجاز وتورجيه لاصحابك لاصدقائك، الناس تفوت عليه تشتري او تستخدمه، هاي متعة، بس بدك يكون لك الشغف انك تتذوق هاي المتعة، تمام؟ قمت منذ سنتين بإطلاق أكبر دورة عربية لتعليم البرمجة لتأهيل الخريجين والراغبين بتعلم البرمجة لسوق العمل الوظيفي والحر. فرصة تدريبية متكاملة معي عبر الإنترنت من خلال سلسلة دروس مسجلة متدرجة بإعطاء المعلومة مبسطة مع دعم فني متكامل مني شخصيا. احصل على عرضك الخاص مع جميع الهدايا والخصومات لنهاية هذا الأسبوع. شكرا لكم لمشاهدتكم لهذا الفيديو، ونراكم إن شاء الله على خير في داخل الخطة الشاملة لتعليم البرمجة.